السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على مصطلحات عن الوقت والزمن باللغة الفرنسية. فمثل هذه الدروس ستساعدكم في إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. فلنبدأ على بركة الله. فأولا، الوقت والزمن هو le temps. le temps. ففي اللغة العربية عندنا مصطلحين اللي هما الوقت والزمن، وفي المقابل يعني في اللغة الفرنسية عندنا مصطلح واحد اللي هو لو طون اللي كيعبر لي على الوقت والزمن. الوغ شنو الفرق بعدا بين الوقت والزمن؟ فالوقت يعبر عن مدة محددة، يعني الوقت هو مقدار من الزمن، اما بالنسبة للزمن فهو مطلق، يعني هو امتداد للوقت. داكوغ، يعني الوقت هو مقدار من الزمن والزمن هو امتداد للوقت، يعني يمكن القول ان الوقت جزء من الزمن. داكوغ، دونك الوقت والزمن بالفرنسيه لو طون. لو طون يوم، ان جور. ان جور يوم هو ان جور. اسبوع، اون سيمين. اون سيمين شهر، اموا. اموا، فانتبهوا بالنسبه لاموا كنكتبوها باس اخر الكلمه ولكن لا تنطق. اموا. سنه هي اون اني. اون اني. اون اني. ساعه، اون اور. اون اور. اون اور. و لو سامبول نتاع اور هو اش، لا لتر اش، يعني الرمز نتاع الساعة هي اش. داكوغ، دقيقة، اون مينوت. اون مينوت. اون مينوت. و لو سامبول نتاع مينوت هي مين، هو الرمز نتاع مينوت او الدقيقة. ثانية، une seconde. une seconde. فهنا seconde سي كنقراوها بلو صون غ. seconde. seconde. و لو سامبول نتاع seconde هو اس، يعني الرمز نتاع ثانيه او seconde هو لا لتر اس. داكوغ، الفجر هو لوب. لوب. صباح، le matin. le matin. الظهيرة أو بعد الظهر، l'après-midi. 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 المساء، le soir. le soir. الليل أو ليلة، la nuit. la nuit. منتصف الليل، le minuit. le minuit. minuit. شروق الشمس، le lever du soleil. le lever du soleil. فلو soleil هو الشمس، le lever du soleil. اما بالنسبة لغروب الشمس فهو le coucher du soleil. le coucher du soleil. اليوم، يعني اليوم اللي احنا فيه كيتسمى aujourd'hui. aujourd'hui يعني le jour où l'on est. امس او البارحة، hier. hier. اما غدا فهي demain. 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 الان، maintenant. maintenant. الآن maintenant. الحاضر، le présent. le présent. الماضي، le passé. le passé. المستقبل هو l'avenir. l'avenir. فبالنسبة l'avenir
est un nom masculin. يعني كنقولو un avenir. Un avenir. D'accord? نهاية الأسبوع. Le week-end. Le week-end. Le week-end. تاريخ. La date. La date. تقويم. Le calendrier. Le calendrier. Le calendrier. عقد. فعقد كيعني 10 سنوات. Une décennie. Une décennie. قلنا عقد كتعني 10 ans أو 10 سنوات. اللي هو بالفرنسية. بالفرنسية une décennie. قرن اللي هو 100 سنة. Un siècle. Un siècle. Un siècle يعني 100 ans. 100 سنة. Un siècle. ألفية. 1000 سنة. Un millénaire. Un millénaire. Un millénaire. أيام الأسبوع. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. فكيف كنعرفو؟ Dans la semaine, il y a 7 jours. يعني في الأسبوع 7 أيام. اللي هما الاثنين. لانجي. لانجي. ثلاثاء. مارجي. مارجي. أربعاء. ميركردي. ميركردي. الخميس. جودي. جودي. الجمعة. فندردي. فندردي. سبت. سامودي. سامودي. والأحد. ديمانش. ديمانش. هذا بالنسبة لي جور دو لا سيمين أو أيام الأسبوع. الآن مروا الأشهر السنة أو لي موا دو لاني. لي موا دو لاني. فكيف كنعرفو دون لاني إليا 12 موا. يعني في السنة 12 موا أو 12 شهر. لي هما يناير أو جانفيي. جانفيي. فبراير أو فيفريي. فيفريي. مارس أو مارس. مارس. أبريل. أفريل. أفريل. ماي. مي. مي. يونيو. جوان. جوان. يوليوز. جويي. جويي. غشت. أوت. أوت. شتمبر. سبتمبر. سبتمبر. أكتوبر أو أكتوبر. أكتوبر. نوفمبر. 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 وديسمبر اللي هو ديسمبر. ديسمبر. دونك هادو هما لي موا دو لاني. الآن مروا الفصول السنة أو لي سيزون دو لاني. لي سيزون دو لاني. ف دون لاني il y a 4 سيزون. يعني السنة عندنا 4 فصول اللي هما الشتاء أو ليفير. ليفير. الربيع. Le printemps. Le printemps. صيف. أو l'été. L'été. الخريف. L'automne. L'automne. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. تعرفنا فيها على مصطلحات عن الوقت والزمن باللغة الفرنسية. فكيف سبق وقلت مثل هذه الدروس ستساعدكم في إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. فما تنساوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. وإعجاب أو جيم الفيديو فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.